بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تجارب ماندل في الوراثي تعرفنا على الوراثي الأحادي والوراثة الثنائية والنظرية الصبغية وأنماط الرجحان التام وغير التام والمشترك. لنقوم الآن بحل أسئلة الدرس وبعض المسائل كأمثلة على القسم الأول من الوراثة. في السؤال الأول أعطي تفسيرا علميا لكل مما يأتي. الأعراس دائما نقية. تفضل يا إسلام. لأن الأعراس صيغتها الصبغية أحادية، فهي تحوي عاملا وراثيا واحدا من عاملي الصفة الواحدة. نعم ممتاز، أحسنت. إذن الأعراس أحادية الصيغة الصبغية، يعني تحوي صبغة واحد من الشفع، وبالتالي بتكون أيضا حاملة لعامل واحد من العاملين الوراثيين للصفة. ممتاز أحسنت. طيب، ظهور سلالات وراثية جديدة في الجيل الثاني للهجونة الثنائية المندلية، لماذا تظهر هناك سلالات جديدة؟ لبابة. لأنه في الهجينة الثنائية تتوزع أشباع الصفات بشكل مستقل عند تشكل الأعراس. نعم ممتاز، لأن هذه الأشفاع أشفاع الصفات تتوزع بشكل مستقل عن بعضها عند تشكل الأعراس. أحسنت. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. بتهجين أفراد الجيل الأول من الهجونة الأحادية عند ماندل نحصل على الجيل الثاني الذي يكون، هل هو متماثل لواقح كله أم متخالف كله أم 50% متخالف أم 75% متماثل اللواقح؟ أي من هذه الإجابات هو الصحيح؟ راما. أستاذ، متخالف 50% متخالف اللواقح. نعم ممتاز، إذن 50% متخالف، لأنه كان إذا بتتذكروا مثلا لو أجينا على اللون الأحمر، آر كبيري آر كبيري ربع، وآر كبيري آر صغيري ربع، وآر صغيري آر كبيري آر صغيري ربع ثاني، يعني صار عندي نمطين آر كبيري آر صغيري، وربع الأخير هو عبارة عن آر صغيري آر صغيري، فعندي المتماثلين آر كبيري آر كبيري وآر صغيري آر صغيري، هذول متماثلين كل واحد منهم ربع، والمتخالف اللواقح كمان 50% ربعين يعني نص 50%. طيب، نحصل على أربعة أنماط من الأعراس إذا كان النمط الوراثي للفرد هو، بتقول أي من هذه الأنماط؟ مريم تفضلي جاوبينا على السؤال. بيكون أ كبيري أ صغيري بي كبيري بي صغيري. نعم ممتاز، إذن هو النمط المتخالف للصفتين اللي هو أ كبيري أ صغيري بي كبيري بي صغيري. أحسنت. إذا كان النمط الوراثي لنصف الجيل الناتج نصف الجيل نمطه هو R كبيري R كبيري، فأين النمط الوراثي للأبوين؟ هل هو R كبيري R صغيري ضرب R صغيري R صغيري، أم R كبيري R صغيري في R كبيري R كبيري، أم 2 R كبيري R صغيري، أم 1 R كبيري R كبيري ضرب R صغيري R صغيري؟ أي من هذه الأنماط ينتج لدينا نصف أفراد الجيل هي متماثلة اللواقح ل R كبيري R كبيري؟ أي من هذه الأنماط؟ تيماء. آر كبيري آر صغيري ضرب آر كبيري آر كبيري. نعم إذن ممتاز أحسنتي. هاي لاحظوا معي هنا أنه العروس هذا رح يعطي واحد على واحد آر كبيري، وهون رح يعطي نص آر كبيري ونص آر صغيري، فنص آر كبيري مع آر كبيري ونص آر صغيري مع آر كبيري، فراح يطلع عندي نمطين هني آر كبيري آر كبيري نص ونص آر كبيري آر صغيري. هكذا طبعا بتكون نسبة نص الأفراد. المسائل، قلنا في المسألة تم تهجين بين كبش ذكر أغنامه صوفه أبيض وأغنام صوفه أسود آر صغيري، كان الجيل الأول يصوف أشو أبيض. أنا قبل ما أحل أي مسألة أول شيء لو أجيت على المسودي مثلا طلعت هيك تهجين كبش
حطيت ذكر مثلا أغنام صوفه أبيض، حطيت حده أبيض، ذكر أبيض الصوف. آ كبيرة هيك بحطها على طرف، بيجي أغنام مثلا سوداء آ صغيرة، وبحط هيك مثلا فرضا يساوي أو إشارة يعني بتعرف عليها سهم مثلا، كل أفراد الجيل الأول صوف أبيض. هاي المعطيات أنا إلي هاي مشان أفهم المسألة. طالما أنه طلعت عندي كل الأفراد بيضاء، فأول شغلي بتبادلي أنه طلع كل الأفراد معناته أشهر رجحان تام. هاي نقطة. النقطة الثانية، أشي اللي طلعت الصفة طلعت صوف أبيض معناته هي الصفة الراجحة. إذن أول شيء طلعت كل الأفراد صوف أبيض، يعني صفة واحد من الأبوين. إذا طلعت صفة واحد من الأبوين فهذا شو؟ رجحان تام. وشغلة تانية شو؟ أنه طلعت عندي الصفة البيضاء فهي البيضاء هي الراجحة. لو طالع مثلا كل الأفراد سوداء معناته بقول أنه الصفة السوداء هي الراجحة، بس طلعت عندي هون بالمسألة شو؟ كل صفة بيضاء معناته الصفة الراجحة أين هي؟ البيضاء. هلق المطلوب، ما أنا مطلوب هجوني؟ الهجوني هنا شو؟ طبعا أحادي، ما يأخذ غير صفة واحدة، أنا أحادي لكن شو؟ رجحان تام. ليش؟ رجحان تام. ليش طلعت رجحان تام؟ رجحت صفة بياض اللون على صفة أنه الأغنام صفة أبيض على الأغنام صفة أسود. نعم، طلعت عندي إذن صفة أحد الأبوين، ظهرت عندي صفة أحد الأبوين في الجيل الأول. هلق بيقول وضح بجدول وراثي، معناته أنا شو بدي أكتب؟ بدي أكتب الجدول الكامل. الجدول الوراثي هو نمط ظاهري، نمط وراثي للأبوين، احتمال عرس الأبوين، نمط وراثي للجيل الأول، نمط ظاهري للجيل الأول. بعده برسم الجدول التهجين الثاني بنفس الطريقة. هذا الجدول طبعا هجونة الأبوين، عندي النمط الظاهري، لاحظوا هنا معي أول شيء نمط الظاهري اللي هو النمط اللي بشوفه، هاي شايفة أغنام بيضاء، هاي مثلا أغنام سوداء، هذا نمط ظاهري. النمط الوراثي، طالما أنه طلعت كل الأفراد معناته الأغنام الصفة سوداء، هاي بحكم الحال يعني شو متنحية هي، فلازم تكون أصغيري أصغيري. الصفة البيضاء اللي طلعت طالما أنه سادت على كل الأفراد معناته هي متماثلة اللواقع، راح يكون عندي أكبيري أكبيري ضرب أصغيري أصغيري. هلأ شو مطلع احتمال الأعراس؟ عندي أنا تنتين أكبيري، بدي أتخيل أنا أنه شو عندي صندوق وفيه شو رمزين، ورقتين مكتوب عليهن آ كبيري والثاني مكتوب عليه آ كبيري. مديت إيدي على الصندوق، سحبت، وين ما سحبت الورقة يعني بدها تطلع، بدها تطلع معي شو آ كبيري، مو هيك؟ مثل الوقت اللي كنت تاخذ الرياض. فعندي الاحتمال كل ورقة آ كبيري في الأولى، واحد على واحد آ كبيري، والثاني آ واحد ما نعم ممتاز. إذا ما عندي غير هالاحتمال، يعني الأولى بدها تكون كلها آ كبيري والثاني بدها تكون كلها آ صغيري، فراح تكون نسبة 100% أو بكتبها واحد على واحد. هلق النمط الوراثي راح يتحد الآهات الأكبيري مع الآ صغيري، فأش بده يصير عندي في الجيل الأول؟ بدي أعتبر هذا عروس مذكر طالما أنه ملكبش، وهذا العروس المؤنث، فبدي التقيني تشكيل بيضة منقحة بتصير ثنائي هي آ كبيري آ صغيري. ما عندي غير هالنمط، في غير هالاتحاد هذا؟ ما في، كل الاتحاد هو واحد. لا ما في. هذا الآ كبيري آ صغيري صار عنده المورستين، مورست اللون الأبيض ومورست اللون الأبيض والأسود، فهذول التنتين إيه هي الراجحة؟ الأبيض. الأبيض معناته راح يطلع عندي في الجيل الأول شو؟ صوفه أغنام صفاء أبيض، كله صوف أبيض. تمام ممتاز. هلق بدي أشيل هذا الآ كبيري آ صغيري اللي صوفه أبيض، كل لون أبيض، كل الصوف اللون أبيض. نعم، هاي اللي صوفه أبيض في الجيل الثاني، حتى أحصل على جيل تاني لازم زاوجهن مع بعضهن البعض، هاي اللي صوفه أبيض لكن أشو هون هجيني، مو هيك؟ متخالفة اللواقح، هذول بسميهن لواقح يعني متخالفات، ما مثل بعضهن، متخالفات. وقت بكني مثل بعضهن آ كبيرة آ كبيرة يقول متماثل، أصغيري أصغيري متماثل اللواقح، بينما هون كل وحدة شيء، وحدة كبيرة وحدة صغيرة، فبقول متخالف اللواقح. طيب راح ننتقل في هجونة الجيل الأول. النمط الظاهري للجيل الأول هو عبارة عن أبيض ضرب أبيض، أبيض الصوف أبيض الصوف. شلون بيكون النمط الوراثي؟ أصغيري أصغيري ضرب أصغيري أصغيري أكبيري أصغيري نعم أكبيري أصغيري نعم أكبيري
آ صغيري، آ كبيري، آ صغيري، ممتاز. طيب ما هو احتمال الأعراس؟ إسلام، ما هو احتمال الأعراس؟ واحد على اثنين آ كبيري زائد واحد على اثنين آ صغيري، وكمان إنه تاني واحد على اثنين آ كبيري زائد واحد على اثنين آ صغيري. تمام، ممتاز، أحسنتي. إذن شلون طالعناهن؟ عنا تنتين، فاحتمال ظهور الأولى نص واحتمال ظهور الثاني نص. فالأعراس نص آ، نصها بيكون عليه آ كبيري ونصها بتكون آ صغيري، وهي نفس المبدأ. صار عندي هون نص بنص والثاني نص بنص. هلق النمط الوراثي للجيل الأول هو عبارة عن جداء. لاحظوا هون مثلا هذول بينات الجمع وهي جداء، الأولى مع الأولى زائد الأولى مع الثاني، الثاني مع الأولى، الثاني مع الثاني. محمد برهوم، أشو هو النمط الوراثي هون؟ نشر نشر بالرياضيات بصير لنا آ كبيرة، واحد على أربعة آ كبيرة، آ كبيرة زائد واحد على أربعة آ كبيرة آ صغيرة، زائد واحد على أربعة آ كبيرة آ صغيرة، زائد واحد على أربعة آ صغيرة آ صغيرة. تمام، ممتاز. إذن هيك طبعا نص ضرب نص ربع، مو هيك؟ واحد أربعة. إذا راح يطلع معي ربع آ كبيري آ كبيري، ربع آ كبيري آ صغيري، ربع آ صغيري آ كبيري آ صغيري، وربع آ صغيري آ صغيري. الأنماط الظاهري طبعا الآ كبيري آ كبيري هذا متماثل لوقح للصفة السائدة راح يكون أبيض صافي. الآ صغيري آ كبيري آ صغيري وآ كبيري آ صغيري تنتين هون ربعين يعني نص، راح يكون أبيض هجين. والأخير اللي هو متنحي راح يكون أسود. لاحظ أنه عندي طلع عندي ثلاث أنماط أبيض بنمط أسود، يعني 75% ب 25. هون ظاهريا طبعا ما راح يبين معي الأبيض الهجين عن الأبيض الصافي، كله بشوفه أبيض، ما راح يبين معي خالص، فقط بميزه وين؟ بالأنماط الوراثي. المسألة الثانية عندها إجراء التهجين بين سلالتين من نبات البازلاء، الأولى طويلة الساق تي كبيري حمراء الأزهار آر كبيري، شايفين صفتين سائدتين أو راجحتين، والثانية قصيرة الساق تي صغيري وبيضاء الأزهار آر صغيري. حصلنا على، لاحظوا هون شايفين سلاف، 50% من النباتات طويلة الساق حمراء الأزهار، و50% من النباتات طويلة الساق بيضاء الأزهار. هون أنا بجي بفكر إنه هاي الأولى طويلة الساق والثاني طويلة الساق، يعني وين جت النسبة؟ طويلة الساق معناته كل أفراد الجيل الأول أشو؟ طويلي، مو هيك؟ لكن الأولى طويلة الساق حمراء الأزهار والثاني أشو؟ بيضاء الأزهار. فصار عندي أنا هون هجوني طبعا ثنائي، هاي طويلة الساق كل الأفراد طويلة الساق، معناته أش بيقل لي هذا؟ أش معناته الحكي؟ كل أنا رجحة إنه صفة طول الساق تكبيري 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 زائد. إذن نعم، تمام، ممتاز، أحسنت. إذن هون بستنتج أول شغلي إنه تكبيري تكبيري هي للنبات الأول. طيب هل هو آر كبيري آر كبيري كمان ولا لا؟ هلا الثاني قصيرة الساق صغيري وبيضاء الأزهار، فهي متنحية تي صغيري تي صغيري آر صغيري آر صغيري، ما اختلفنا. برجع للسلالة الأولى اللي هي حمراء الأزهار، هل هي متماثلة لواقع أم متخالفي؟ لا أستاذ، هون لازم يكون متخالفي. نعم، أشو لازم؟ آر كبيري آر صغيري. تمام، آر كبيري آر صغيري. إذن هذا أنا بقراءتي للمسألة وتحليلي إلها هو أساس الحل. إذا حسنت حل هيك بهالطريقة هاي خلاص عرفت حل مباشرة. صف عندي الموضوع كله عبارة عن كتابة جدول وحط البيانات فيه. إذن من خلال النتائج لاحظنا أن جميع الأفراد في الجيل الأول طويلة الساق، هذا يدل على أن السلالة الأبوية صافي متماثلة اللواقح بالنسبة لصفة الطول. أما بالنسبة لصفة اللون نص الأفراد حمراء ونصها بيضاء، معناته السلالة الأبوي ذات الصفة السائدة هي طبعا متخالفة
إلا واقع بالنسبة للون الأحمر. الحل على الشكل التالي: طويلة الساق حمراء ضرب قصيرة الساق بيضاء. هلق مين اللي راح يقلي النمط الوراثي لبابا؟ نمط الوراثي أستاذ الحمراء الطويلة آر كبيري آر صغيري دي كبيري دي كبيري. تمام ممتاز. قصيرة الساق أشو لازم يكون قصيرة الساق؟ تي صغيري صغيري تي صغيري آر صغيري تي صغيري تي صغيري. تمام ممتاز أحسن. إذن القصيرة الساق بيضاء، هاي الصفتين متناحيات، فراح نحط لهم رموز كلها متناحية. هون طويلة الساق كل الأفراد طلعت طويلة، معناته لازم تكون أشو تي كبيري تي كبيري. الحمراء طلع نص هيك ونص هيك، معناته لازم تكون متخالفة إلا وقع. هلق احتمال الأعراس، من سوف يذكر لي احتمال الأعراس؟ مريم قنطار. واحدة لواحد تي كبيري ضرب واحدة لاثنين آر كبيري زائد واحدة لاثنين آر صغيري. قصيرة بيضاء بصير واحدة لواحد تي صغيري وواحدة لواحد آر صغيري. أنا ما بحط كل وحدة يا مريم، كل وحدة لحالها، أني هذولي أشو صفتين سوا بدرسن، أنا جوني ثنائي فبدرس الصفتين مع بعضن، شلون لازم حطن؟ واحدة على اثنين تي كبيري آر كبيري زائد واحدة على اثنين تي كبيري آر صغيري ضرب واحد على واحد تي صغيري آر صغيري. تمام ممتاز أحسنتي مريم. إذن هاي طالما أنه هون عند التنتين تي كبيري ما راح يفرق معي، تي كبيري مع الأولى آر كبيري وتي كبيري مع الثاني آر صغيري، ما في عندي غير هالنمطين، فكل واحد منهم راح يكون نص بنص. هاي ما عندي غير تي صغيري آر صغيري نمط واحد، فبتكون واحد على واحد تي كبيري آر تي صغيري آر صغيري. طيب هلق النمط الوراثي للجيل الأول، ألا تفضلي لنشوف أشو راح يكون النمط الوراثي للجيل الأول؟ واحد على اثنين تي كبيري تي صغيري آر كبيري آر صغيري زائد واحد على اثنين تي كبيري تي صغيري آر صغيري آر صغيري. تمام ممتاز. إذن نص الأفراد تي كبيري تي صغيري آر صغيري آر صغيري، ونصها تي كبيري تي صغيري آر كبيري آر صغيري. إذن هاي التي صغيري هاي التي كبيري وتي كبيري هون تنتين، معناته لازم تبلش بتي كبيري. إذن تي كبيري تي صغيري رح تابعكم ياها بالمؤشر. إذن هاي تي كبيري مع تي صغيري آر كبيري مع آر صغيري، هاي أول نمط. النمط الثاني تي كبيري مع تي صغيري وأشو آر صغيري مع آر صغيري، هذا النمط الثاني، كل واحد منهم نص لأنه هذول النص ضرب واحد على واحد نص. هلق النمط الظاهري للجيل الأول، ما هو النمط الظاهري للجيل الأول؟ أشو يا دعاء أشو راح يكون عندنا النمط؟ طويلة الساق حمراء 50% طويلة بيضاء زائد 50% طويلة حمراء. نعم ممتاز. إذن 50% طويلة الساق بيضاء الأزهار اللي هي فيها الآر صغيري آر صغيري، هاي معناته بيضاء، وهون آر كبيري آر صغيري هاي شو حمراء، والتنتين طبعا شفنا تي كبيري من وجهة تي كبيري معناته طويلة الساق، وكل واحدة منهن نسبتها إذا نص يعني 50%. تمام ممتاز أحسنتم جميعا. في عنا يمكن ما منلحق مسألة، أجري التهجين بين سلالتين من البندورة، الأولى ثمارها كبيرة ب لا تقاوم المرض ب صغيرة طبعا، ولا تقاوم المرض اف كبيرة، والثانية ثمارها صغيرة تقاوم المرض اف صغيرة. فحصلنا على الجيل الأول ثمارها صغيرة لا تقاوم المرض، والمطلوب ما نمط الهجون للصفتين معا، ما النمط الوراثي للأبوين وأعراسهما المحتمل، وما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول، ما احتمال أعراس الجيل الأول، ما الأنماط الوراثي والظاهري للجيل الثاني ونسبها. هاي المسألة حلوا لنا إياها وبعثوا لنا إياها على كواجب طبعا، صوروا طبعا صوروها
ممكن بعدكم اياه كمان انا لان وقتنا طبعا انتهى. تمام تمام استاذ. تمام هيك طبعا بكون خلص حل الاسئله، بقيت عندنا هاي المساله حلوها بالواجب و...